التلميذة إنساف أجعميت وهي تستعد لاجتياز اختبارات البكالوريا سنة ثانية علوم رياضية بثانوية تقنية بالرشيدية، تمكنت من تخليد اسمها ضمن الفائزين في الدورة السادسة من سباق الفضاء، مما أهلها للتوجه في رحلة علمية وتكوينية إلى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. رحلة تأتي نتيجة مجهود كبير بذلته إنصاف التي سافرت بمتتبعيها في عالم الفضاء والاكتشافات العلمية المرتبطة به بإنتاج العديد من اللقاءات العلمية مع مختصين استقت آراءه. ومن الرشيدية تنضم إلينا مباشرة إنصاف أجعميت الفائزة بمسابقة السباق نحو الفضاء لناسا. مساء الخير إنصاف وألف مبروك. شكرا لك. بداية إنصاف، لو تقربينا من المسابقة والمشروع اللي اشتغلتي عليه وشاركتي به واللي ممكنك من الفوز. بالنسبة للمسابقة فهي مسابقة وطنية كتنظمها جمعية المغرب العلمي بشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، وكتقوم بإنجاز فيديو ما كيتجاوز 3 دقائق كتشرح فيه ظاهرة علمية بطريقة إبداعية وبسيطة اللي يعني يقدر يفهمها الجميع. وهذه المسابقة كتنتج بعد أن يكون هناك 12 فائز اللي كيمشيو لمخيم الفضاء بولاية ألاباما. طيب شنو كيمثل لك إنصاف عالم الفلك وخبايا الفضاء والاستكشافات؟ شنو هي بالنسبة لك؟ يعني بالنسبة لي علم الفلك والفضاء يعني والاستكشافات يعني شي حاجة اللي محببة ليا وقريبة بزاف، حيتاش كان يعني شي حاجة اللي كان مستمتع بها وأنا كنديرها، يعني باش أنك تكون يعني كتعرف على كل جديد متعلق بهذا المجال، يعني شي حاجة اللي كتخليك أنك تستمتع وتزيد باش أنك تتعرف على الخبايا أكثر وأكثر. يعني علم الفلك هو واحد المجال اللي هو شاسع وكيحتاج يعني باش أننا نزيدو نقلبو ونزيدو نديرو بحوث باش أننا نوصلو لذاك الشيء اللي يعني اللي بغينا، وإن شاء الله تكون النتيجة اللي زوينة. إنصاف، شنو تبغي تقول للتلاميذ والطلبة بخصوص الآفاق اللي كيفتحها مجال العلم والفلك والابتكار؟ يعني كما كنعرفوا بأن العالم في تطور مستمر، يعني العالم إن شاء الله غادي يكون واحد التكنولوجيا غتكون عندها واحد المكانة كبيرة في العالم، يعني وهذا كيخلي يعني باش أننا نزيدوا نتعمقوا في هذا المجال. وكذلك يعني في علم الفلك كاين واحد الجانب اللي هو كيعتمد على التكنولوجيا، يعني كاين هنا واحد الترابط واللي كيخلينا باش أننا نزيدوا نكونوا شغوفين وطموحين في هذا المجال، لأنه يعني كما كنقولوا غيكون مبني عليه يعني المستقبل. إنصاف أجعميت، كنتمنى لك التوفيق. كنت معنا مباشرة من مدينة الرشيدية، شكرا لك. شكرا.